أمس القريب حلمان يراود الطلبة هنا بولاية الجلفة، اليوم أصبح الأمر واقعا في الميدان باستحداث ملحقات لكلية الطب، مكسب مهم لأبناء المنطقة والولايات المجاورة ضمن جهود الدولة في تعزيز الخارطة التكوينية والبيداغوجية في البلاد. هذه الملحقة القرار الإنشاء تاعها كان هام جدا بالنسبة لنا، حيث سهل لنا عدة مصاعب في التنقل والمشقة تاعو. ان شاء الله العقوبة المستشفى الجامعي هنايا وتعود كلية كومبلي. اولا نقول انه كان يعني شرف بالنسبة للولاية انه يكون فيها ملحق الطب، لانه الكثير من الطلبة يتمناوا الالتحاق بكلية الطب، لكن يعني عدد الطلبة يكون أغلبية عدد كبير، لذلك توفير ملحقات هو يعني أمر جيد بالنسبة لجميع الطلبة، خصوصا المقيمين يعني بولاية الجلفة أو حتى ولايات مجاورة، يعني مثلا تيسمسيلت أو الأغواط أو غيرها من الولايات. أولا حبينا نشكر الرئيس وكل من تسبب في هذا فتح هذا الملحقة، وين سهلوا علينا التنقل وين كانت قريبة بزاف من عانيوش في التنقل وفي عدة عوامل واحدة أخرين. من منطلق حرصه على تجسيد كل التزاماته ووعوده، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين هذا الصرح العلمي الذي ستكون له لا محالة أثار إيجابية على واقع الصحة في المنطقة. وفي إطار التوجه الجديد لقطاع التعليم العالي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتماد اللغة الإنجليزية في البرامج البيداغوجية والتكوينية، حضر السيد الرئيس درسا تطبيقيا مع الطلبة في مادة التشريح. فتح ملحقة لكلية الطب بولاية الجلفة من شأنها مواكبة استراتيجية الدولة في إحداث الفارق في المنظومة الوطنية التكوينية، خاصة في مجال الصحة.